الاخوان تعاونوا معنا الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين اللي تنسموا البيوت ديالكم الله يجازيكم بخير. من دواعي السرور ومن دواعي الافتخار باش نتوجه لكم اليوم، لانه هذا الحي هذا تيعرف واحد الكثافه سكانيه كبيره، وبالتالي كاين واحد الاحتمال ديال باش يكون شي حاجه لا قدر الله الى دخلت شي حاله مشبوهه او لا معرضه لاي خطر ان هذا المرض هذا ينتشر. وبالتالي اللي بغيت نقول لكم هو انه هذا المرض هذا راه مابقاش بعيد، راه مابقاش بعيد، راه ولا قريب بزاف، راه دخل، راه دخل ثمن صوت في الجهات الجوج ديالنا. وبالتالي احنا ما بغيناش يكون عندنا واحد الحالات اللي هي كثيره او لا واحد الحالات اللي هي خطيره او لا يكون عندنا واحد يعني واحد البؤر ديال تفشي هذا الوباء هذا. الله يجازيكم بخير. تنتوجه بالكلام ديالي للوليدات الصغار، الوليدات الصغار باش شوف ديوركم النهار عليكم، راه الا ما لعبتيش اليوم راه تقدر تلعب دابا شهر، دابا شهر ونص، ولكن الا مرضتي اليوم راه ما باقيش تقدر تلعب لا غدا ولا غدا ولا دابا شهر ولا شهر. تنتوجه الكلام ديالي تاني للشباب، الشباب نبغيكم انكم تكونوا نتوما اكثر وعي، نبغيك تخاف ماشي مني انا، ماشي من الدوريه، ماشي حتى تشوف الدوريه ولا تشوف المخزن ولا تشوف القائد ولا تشوف المخازنيه ولا تشوف الجدرمي عاد تجري تدخل لداركم، لا نبغيك تدخل لداركم بلا هذا الشيء. بغيتك تخاف على راسك وتخاف على دارك وتخاف على الاهل ديالك وتخاف على الاسره ديالك. حنا اليوم في واحد المعركه ماشي مقلل، حنا في واحد المعركه مجندينها كاملين، راه حتى انتم خصكم تجندوا كل واحد من الجهه ديالو وكل واحد من بلاصتو وكل واحد من الموقع ديالو. الاب راه مسؤول والام راه مسؤوله والابناء حتى هما راه مسؤولين، راه الا خرج الاب يتقدى ولا يخدم وماشي عيب، راه ملي يرجع للدار راه خصو يدير الاحتياطات الواجبه باش ما يدخلش معاه شي حاله الا كانت لا قدر الله ما يدخلهاش معاه لدارو او لا لوليداتو، ما يدخلهاش للدار ديالو ولا لوليداتو ولا العائله ديالو ولا الاسره ديالو ولا حتى الشرع. انتم تتعرفوا بالنسبه للسكن عندكم عباره عن عمارات، ربما الصوت ديالي يقدر يوصل مزيان، اللي ما وصلوش تنعتذروا ليه. السكن عباره عن عماره تتشارك واحد المجموعه من الامور، تتشاركوا الدروج، تتشاركوا لي بالكون، تتشاركوا السطح، وهذا التشارك هذا راه تيكون تيخليكم قريب من بعضياتكم، وملي تيكون الانسان قريب من بعضياته راه تيولي واحد الاحتمال ديال وصول هذا الوباء هذا ولو بطريقه غير مباشره تيوصل، يقدر يوصل للجميع. ولهذا الله يجازيكم بخير. حنا اليوم في واحد الحمله تحسيسيه، واحد الحمله معقوله، واحد الحمله ديال الغيره عليكم. حنا مجندين كاملين على قبلكم، نخلينا ولادنا مسامحين في ولادنا مسامحين في العائله رجعوا من المكان، ولكن ما نسلموش وما نفرطوش في الشعب ديال سيدنا، ما نفرطوش في بعضياتنا، ما نخليوش واحد الفجواني يدخل لنا هذا. الله يجازيكم بخير. اذا تنتمنى ان الكلام ديالي يكون وصل لكم، وكون راه اللي تيعنيني انا واللي تيفرحني هو ملي نشوف الناس كلهم كاسين في اليد ديالهم بحال هكا. الله يجازيكم بخير، والوليدات اللي في السطح الله يجازيكم بخير. من الاحسن انكم ترجعوا للديار ديالكم، من الاحسن انكم تبقاو في بيوتكم، من الاحسن انكم تبقاو في الديور ديالكم محضيين، راه السطح راه ما تهافرش شنو اللي فيه. هذاك الحيط علاش متكي ما عرفتش شكون متكي عليه قبل منك، متفقين ولا لا؟ متفقين ولا لا؟ هذاك الصح ما عرفتش شكون متكي عليه قبل منك، واش مريض ولا صحيح؟ راه الا كان شي واحد ما دارك قريب ليك راه خصك تثق فيه، لانه بحال والو يقدر يكون حامل هذاك. ربما كاين الناس اللي سيرتوا الارقام ديال البطاقات ديالهم 12 وتوصلوا دازي سي ام اس تيقول لهم باش يمشيو
يستخلصوا هاد الواجبات ديالهم من لي كيشي اوتوماتيك. فهاد العمليه هادي غتبدا ابتداء من غدا، ولكن خاصه بالنسبه للناس اللي توصلوا بلي اس ام اس يقول لهم خصكم تمشيو، اللي مازال ما توصلوش بلي اس ام اس بلا ما يمشي بلا ما يخرج، يقول انا راني مشيت خصني نمشي ثانيا باش نشوف اشنو غادي يديروا معايا، ما غادي يديروا معايا والو، لانه هذاك الاس ام اس يكون عندك فيه واحد الكود خصك تمشي تدخلو او لا تعطيه للناس ديال البركه هما باش غادي يعطيوك التعويضات ديالك. فاهمين؟ اذا الناس اللي توصلوا بالاس ام اس بالرساله النصيه توصلوا بها وعندهم الهاتف ديالهم يدي معاه البطاقه ديال الرميد ويدي معاه هذاك الرقم اللي قلنا ويمشي لكيشي اما لكيشي ولا البنكه باش يشد التعويضات ديالو. اللي ما توصل لحد الان حتى شي حاجه يصبر ويتسنى حتى يتوصل. اذا تتمنى ان الرساله ديالي تكون وصلت للجميع. السيد